الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين والسلامي نصحاب تارك كجرتا أما في ندرس كنهاي صباح ونسائين اللي دمانتين با وحنج على استي هل حديث وكما دا حديث النبي صلوات الله والسلام عليه إلا إذا لو ذاقو سلم مركان إذا سيكت بيو جي لهي إيقا قرانسيو صحابي الله يقانو ابن عمر نبي قو حكوريني رضي الله عنه أما وكشكيني حديث وكوريني نبي صلوات الله والسلام عليه عن ابن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال ابن عمر حليه يا هاي رسولك إلهي أيا وحقبتي كربك أيا وقبتي لبدأ تنوح يقول فقال كن في الدنيا كأنك قريب أو عابر سبيل دابا النبي وحي يقول يا صلوات الله وسلامه عليه ان واحد نقطه من الدنيا دا اما الدنيا دا باب ان قريب كوا يعني ان كلا قرنين اما ان عيدو جوجين قريب كوا يعني قف ان قريب كوا الدنيا دا نقو يقول يا عابر سبيل اما من ود مريا او ودك غدبيه نقو ان وكان ابن عمر بن عروه رضي الله عنه يقول مدها ان اذا امسيت ان نروح ها بدها عدد قلبتي أما قلبي ستيد فلا تنتظر الصباح يعني الصبح السوق ويعني صبح كنت نقلي نقصو قاريو واحد كنت أكشن يعني أنا قلبت اللي من السوق يعني كساق طلقة سوق اللي وحلي ابن عمر سوا حديث كم يعني سفهمي يعني ناس يفسر يا ما ناس فاهيني وحلي وإذا أصبحت مركز صبح ستيد أو أكو بريو الصبح تقعدنا فلا تنتظر المساء إن قلبت قاعد دونتي ده كنت لقلي يعني قشها غيار النخل أو كنت لقلي إن قلبت قاعد دونتي وخذ من صحتك قاضة إن عافماتك قال لي مرضك حنوك قاضة وقاضي يعني أنت العافمات غبتيد كفاية ديسو عافمات قاعد كفاية ديسو ومن حياتك نلش عدنا إن لموتك إن وقتل قال يعني نلش عدنا كفاية ديسو غير ذلك يعني جريدة هذا أصي صحيح قاضو يعني جريدة يعني كسو قارن أو واحد أن صحيح أسيدن يعني إسلام أركانا يعني صحيح قاضو رواه البخاري حديث البخاري يا وريجي إن حديث كحنات الإمام يا يعني الدنيا ذا إن يعني لقوك تسمين إسلام أركانا أن ليس كدين أو لقى دين يعني ما ليس كدين ولا أنا يو ليس كدين وار يو يعني ليس كنسي تشري يو ليس كسي يا وار يو إن حديث كتاس أيونات الإمام يا إن حديثك وحلاقة قاضنية فوائد يا لقى قاضنية إن حديثك فائدة كوبات يا لقى قاضنية وحوية قصر الأمل في الدنيا يعني يعني إسك أمل كي يدي لا الدنيا إسك قاضن تهاي أصل ما كان عن لقى دكان يدي له دير يعني لسيد يدي له يين لسك زي يعني لو قلت له قالوا يدي له دنيا مال لو كاكوي تنتو أما دي من دوتي maxay yeelay adduunyadu yani muumin ka uma aha guri ama wadan uu caad u oolaayo oo maskan iyo daaim uu ku daaimayo oolaya maaha ee waa meel uu ku dhaxayo ama uu ku sii nasanayo maxaa yeelay adduunyadu ma aha daar khayr ee waa daar belaayo ama waa daar itixaan oo yacni ma aha daar lagu negan karo فايدة لبعض لقى قاضن يا حديث كان كن في الدنيا كان نك قريبا أو عابر سبيل حديث كان حلقة قاضن يا فايدة لبعض إن لو دق دق عملك صالحة يعني أنت نوش هاي أتكفى إذا ست عملك صالحة يعني عمل صالحة أتكود هذا شيء يين أتسكيل عدم التأجيل والتصفيف يعني هنا تلاديد بالربا أو واحد قبل هي أما بيرنا عليك الله يمر هي يعني هنا تسكيل على السيد أي حديث كان لقى قاضن يا فايدة الصدحات حديث كان لغا غاضية الزود في الدنيا الدنيا دي اللي لغسة هيدو والاسكر دايو والاسكر نعو هو عدم الاقتراري بها يعني هنا نبوك دكتومين ويعني أنا الدنيا دي أنا كنت دلال كيدي وروح دي دا هيو ما عرفتي ما المعريت كيدا يعني كنت دقين يعني أي لغا غاضني حديث كان وحق لغا غاضني حديث كان يعني حديث كان ينوت المامة يا توقع الأجل وخشيته والاستعداد له بالتوبة وتقديم العمل الصالح يعني إن أنا قفكي سكته وقعين ويعني سكسي أولي يعني سكذا إنه سكتشو يدونا يوينو خشية يبقدين كتشو يعني إنت أول نولي هاي وينو بقدين يا خشية كتشو قرمة دمانسة معطة دمانسة طلعة دوسية دمانسة يعني إنه مروا البا صورة دستو يعني حالة وكاقب كاقب سكتي دونا عمو كاقب يحدونا الدوينين
iyo wal isticdaad ilo hubitooba iyo inuu diyaarsoo toobad iyo toobad keen ilaahay inuu soo laabto uu ku toobo sii diyaarsado oo isaga mar walba toobad keenay ama ilaahay u dhow nafta ka bacdo iyo taqdiim alcamal asaalix camalka saalixa iyo inuu la hormariyo yani aada hormarisid mar walba ayaa laga qaadanayaa. Xadiiska intaas ayaan kusoo koobayaa, ma jecli inaan dheerayo xadiiska fawaaiddaas laga qaadanaya. Xadiiskuna wuxuu ahaa kun fi dunyaaka annaka qariiban oo caabir sabiil, adduunyada haw mid yani qariib ku ah oo aageyna yani aan idu joogin, sida ama haw sidii mid musaafir oo waddo ka gubaya caabir sabiili ama waddo ka gudbaya. Xadiisku wuxuu noo sheegayaa manhajkaas saliimka ee wanaagsan uu nabigeenu inaga hadeeyey ayaana doonaya in lagu dhaqmo, isla markaana la noqdo adduunyadan dad aan isku sii deynayn yacni isla markaana isku hadlaynayn ee ah dad ka diyaar garoobaya. Intaasaan kusoo gebagabanaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka.